الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نسلم على إمامنا في مستهل المجلس صالة عن أنفسنا ونيابة عمن أوصانا بالدعاء والزيارة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. في بادئ ذي بدء نقدم العزاء إلى إمام زماننا، روحي له الفدا، وثانيا إلى جده الحسين صلوات الله عليه، لأنه جد إمامنا الباقر عليه السلام. لو أن أحدنا ذهب إلى مجلس عزاء ولد وقدم العزاء لجده يقول نعم، يشكره على صنيعه على تقديمه للعزاء، ونحن نقول يا سيدي ويا مولاي أجرك الله في مصيبة ولدك محمد بن علي الباقر عليه السلام. طبعا الحديث عن الإمام الباقر يحتاج إلى مجلس مستقل، وعلى كل يرضى إمامنا صلوات الله عليه أن نشرح في هذا اليوم، نكمل حديث جده الإمام الحسين عليه السلام ودعائه في يوم عرفة. الفقرة التي نريد أن نشير إليها قبل الإشارة إلى هذه الفقرة، فقط من باب الأمانة العلمية أقول، قلنا في الأمس هذه الصلوات على النبي التي توجب سرور النبي، هذا الدعاء وارد صباحا وعشية، ورأيت بعض العلماء يذكر هذه الصلوات يوم عرفة في يوم عرفة، ولكن ما رأيت نصا على ذلك اليوم بالخصوص. يبدو أنهم أخذوا هذا الدعاء بإطلاقه، يعني من أراد أن يسر النبي فليقول هكذا، سواء في صبيحة ذلك اليوم أو في عشاء ذلك اليوم أو حتى في نعم في يوم عرفة. ويقال الآن أقولها نعم من دون تحقيق كثير، أكذا في بالي دعاء رفع المصاحف أيضا له دعاء عام. البعض من العلماء يقول ما ورد في ليلة القدر بالخصوص، ولهذا في دعاء رفع المصاحف ليس فيه إشارة إلى ليلة القدر. أسألك بهذا القرآن وما فيه إلى آخره، عبارات مطلقة ليست فيها إشارة إلى ليلة القدر، يبدو أنه من هذا القبيل. ولهذا سمعت بعض كبار العلماء من المراجع الماضين رحمهم الله يقول كلمة تفوت نعم تنفعك اليوم، يقول دعاء رفع المصاحف يقرأ في كل المناسبات لك حاجة عند الله عز وجل، عند ضريح الحسين عليه السلام بإمكانك أن تقرأ دعاء رفع المصاحف، ترفع المصحف على رأسك، واتفاقا هناك مناسبة جميلة عندما تقول بالحسين وأنت بجوار الإمام، كم المعنى لطيف، القرآن على رأسك وأنت تلهج بذكر باسم الإمام وأنت بجواره، أنت بجوار أمير المؤمنين تقول بعلي أيضا المناسبة حاصلة، بجوار الجوادين العسكريين هذا الدعاء لقضاء الحوائج عموما، وإن نعم ذكرناه في ليلة القدر بالخصوص. يبدو هذه الصلوات التي ذكرناها في الأمس من هذا القبيل. بعد هذه التعليقة إن صح التعبير،
ندخل في بحر دعاء يوم عرفة. أولا، هكذا البعض يأتيني بعض المؤمنين، هذا السؤال قد يأتي في بالك أيضا، تقول أنا في الخلوات أدعو لنفسي، الدعاء فيه إخلاص لا أحد حتى أرائي، ولكن في المشهد في الجمع في مكان عام يعقد فيه الدعاء تأتيني الرقة فأبكي، طبيعة الإنسان تأتيه الرقة في هذه المجالس، هذه المجالس محفوفة بالملائكة. وبالمناسبة إخواني، لست في مقام التفصيل، أنت ترى القبة الشريفة، المنائر، هذا الصحن الشريف، ولكن ما خفي عنك أعظم، لو كشف لك الغطاء لرأيت عالما عظيما عجيبا، أفواج الملائكة تصعد وتنزل في ليالي القدر، هكذا المعروف أن أرواح الطيبين أرواح المعصومين تزور الحسين عليه السلام، لو كشف لك الغطاء لرأيت عجبا. ولهذا لا تمزح في نعم في المشهد، لا تتكلم لغوا، وخاصة عند الضريح كن مؤدبا جدا، نعم مراعاة للملائكة الشعث الغبر الذين يبكون الحسين إلى يوم القيامة. إذن ماذا نريد أن نقول؟ في المشاهد الأجواء مؤاتية، قد يرق قلب الإنسان يريد أن يبكي، الشيطان يخدعه يقول أنت مرائي، فتذهب حالته الإيجابية، هذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة هكذا في النص خرج من فسطاطه متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه. يبدو هذا الدعاء الشريف الإمام ذكره في جمع من أصحابه، ما ذهب إلى خيمة لوحده مثلا، هنيا لمن كان مع الحسين عليه السلام في يوم عرفة، الإمام يقرأ الدعاء ويدعو ومحبوه حواليه. المهم، حاول أن تجمع بين الأمرين، ولا تنسى أن الرحمة تعم، الرحمة غامرة. أنا أعتقد لو كان في جمع آلاف المؤمنين يدعون وفيهم مؤمن واحد قبلت دعوته، رب العالمين أكرم الأكرمين ينشر رحمته على الجميع. في بالي رواية، رب العالمين يريد أن يعاقب قرية أو قل مدينة، القرية في القرآن بمعنى المدينة بمعنى الجمع المجتمع السكاني، فيدفع البلاء عنهم كرامة لمؤمن واحد فيهم، ما المانع؟ كما أن البلاء يدفع بكرامة مؤمن واحد، كذلك الاستجابة للجميع بكرامة مؤمن واحد. يعقل في يوم عرفة في مشهد الحسين عليه السلام تحت القبة في الرواق بين الحرمين، يعني ليس هنالك مؤمن واحد تستجاب دعوته، أنت في هذا الجمع في مظن الإجابة أيضا، إذن اغتنم هذه المجالس العامة في ذكر أهل البيت عليهم السلام. قلنا الحسين عليه السلام ذكر في أول دعائه بلا مقدمات الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. أشرنا بالأمس القضاء الذي كتب عليك كتابة ابتداء من دون تقصير. أحد إخواننا المؤمنين من العلماء ذهب إلى الحج، رأيته بعد الحج أصيب بحادث سير في الطريق بترت قدمه، نعم حادث السير في طريق مكة،
واتفاقا أنا رأيته وخطيب حسيني، رأيت خطابته بعد هذا الحادث تميزت، يعني رب العالمين أعطاه منحة بعد هذا الحادث. أحد علمائنا السابقين أيضا سمعت منه يقول جاء وباء في النجف الأشرف، تلك الأيام كأيامنا هذه بعض الأوبئة تنتشر والناس تموت زرافات ووحدانا الطاعون وغيره. يقول أستاذنا أصيب بهذا المرض القاتل ولكنه شفي، هذه الأيام أيضا البعض يبتلى ويشفى، الذي ابتلي وشفي هذه بشارة له. يقول رب العالمين زادني علما. ما علاقة المرض بالعلم؟ ليس العلم الكتابي، يعني العلم الباطني، الاطمئنان، الاستقرار. البعض يمر بمحنة في حياته، يقول بعد المحنة رأيت في قلبي نورا، وهذا النور أبقيه. ببعض المخالفات هذا النور تسلب. أيضا لازلنا في موسم الحج، أنا عندما أودع الإخوان في موسم الحج ليلة الوداع، لعل في ذلك الوقت أقول لهم هذه الرواية مخيفة، الحاج عليه نور الحج، رب العالمين حاشا أن لا يعطيك هذا النور، ولكن في أول خطيئة أول الذنب هذا النور يرتفع ما لم يلم بذنب. في الأربعين كم كنت موفقا، حالاتك الروحية عالية جدا بعد الأربعين كذلك، ولكن في شهر ربيع الأول تفتقد هذا النور لمعصية. كلكم ليالي القدر رب العالمين ألقى عليه نورا، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا السلام أصاب قلبك بدرجة من الدرجات، ولكن في شهر شوال لا ترى هذا النور في قلبك. لما؟ لأنك خالفت رب العالمين. إذن ماذا أريد أن أقول؟ أقول احذر، نعم احذر المصائب التي من صنعك، أنت السبب في ذلك، لأنك بذلك قد لا تؤجر. أنا هذا المثال ذكرته للبعض كان مؤثرا. إنسان يمشي في الطريق فيسقط في بئر، يجتمع عليه الناس الدفاع المدني إلى غيره بعد اللتية والتي يخرجونه من البئر، فيمشي على وجه الأرض، يعني هذا ربح، هذا فاز. كم خاف، كم دخل عليه الرعب، كم اجتمعت عليه القوى، الآن أصبح يمشي على وجه الأرض، هذا مكسب. وإنسان يطير في الهواء، أين هذا من الذي خرج من البئر؟ أو علمت ماذا أريد أن أقول؟ أنت وقعت في بئر الشهوات، المعاصي والسيئات، الآن بعد اللتية والتي أصبحت مثل عامة الناس، هذا فخر لك. لا تكن هكذا، اجعل الابتلاء، كن معي جيدا، اجعل البلايا مقدمة لرفع الدرجات لا لتكفير السيئات. لا تنسى مثال البئر، لا تكن كمن وقع في البئر ثم صار يمشي على وجه الأرض. البلاء هو البلاء للمؤمن، المؤمن يطير بالبلاء، وغير المؤمن يصفي الحساب. لا تكن هكذا. بحق هذا الإمام الذي نحن بجواره، هذا الذي أقوله ينفعك كثيرا، لست في مقام المنة، المنة لهذا المنبر وصاحبه. افتتح صباحك بالاستعاذة، افتتح صباحك بالاستعاذة قبل أن يأتي عليك البلاء. أعيذ نفسي وديني وأهلي إلى آخره، بالله الواحد الأحد وبرب الناس وبرب الفلق.
افتتح نهارك بهذه الاستعاذة: أصبحت اللهم معتصما بدمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول، من شر كل طارق وغاشم، من قاصد لي إلى أذية بجدار حصين. نعم، افتتح نهارك بالاستعاذة: رب العالمين يرفع عنك البلاء وقد أبرم إبراما. اليوم كتب لك حادث، هذا الحادث يكلفك أشهر في المستشفى، كسور في العظام وغيره، ولكن تقول: يا رب أعذني من شر هذا اليوم. رب العالمين يقول للملائكة الحافظة: احفظوا عبدي هذا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الآن قد تقول: رب العالمين يكتب والملائكة تمنع. هذا له جوابه في وقته. نعم، يحفظونه من أمر الله عز وجل. استعن بهذه الملائكة الحافظة. طبعا هذا بأمر الله عز وجل، ليس هنالك أحد في قبال رب العالمين. إذن الإمام الحسين عليه السلام يقول: ليس لقضائه دافع إذا نزل البلاء. نعم، لا دافع لذلك. ولهذا يونس، نعم، ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، كتب له أن يكون في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا له من عذاب، في مكان زنزانة ضيقة، بطن الحوت، ظلمة الليل. البعض يقول: ما المانع ليبقى في بطن الحوت ميتا؟ لا يبدو أنه يشعر، هكذا الظاهر، يعني حبس في زنزانة انفرادية إلى يوم القيامة. يا له من عذاب. الآن يحتمل البعض يعني يبقى ميتا، بطن الحوت قبره، ممكن، وهذا أيضا ممكن. إذن هذه المقدمة اجعلوها في بالكم. ولا لعطائه مانع، إن يردك بخير فلا راد لفضله. أن يعلم اللغة العربية هذه اللام النافية للجنس، لا أحد يمنع فضله إن أراد خيرا بك. ولهذا أخي العزيز، أختي المؤمنة الكريمة، إذا ذهبت طلبا للخير، للرزق مثلا، إلى بلد ما، تذهب إلى شفيع يشفع لك، ما يسمى هذه الأيام بالواسطة، قل: يا رب لين لي قلب فلان، أجر الخير على يده، يا خير الرازقين أرزقني في عملي هذا، في نعم سفري هذا. رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين، اجعل عينك على رب العالمين. هذا الحديث القدسي أنا عندما أصل إليه أو أسمعه أخاف قليلا، الخوف الكبير لأولياء الله: ولا أقطعن أمل كل مؤمل غيري. تؤمل فلان، نعم، أقطعن أملك، وخاصة الخواص. الآن عامة الناس رب العالمين يتركهم وشأنهم، أنت ولي الله، أنت مؤمن، لك حالات في جوف الليل، لك علاقة مميزة برب العالمين، أنت أهل قيام الليل، لا تجعل أملك في زيد وعامر. أيضا أحد العلماء الأجلاء نقل كلاما جميلا، واقعا هو هذا الواقع، يتفق على باب الحرم إنسان يستجدي، من أوام من مواطن الاستجداء المشاهد، الزوار قلوبهم طيبة، يقفون الفقراء على أبواب الحرم. لو رأيت كن معي في المثال، حقيقة مثال مضحك، والعالم يقول هذا مثال مضحك.
لو أن مسكينا فقيرا مدقعا ذهب إلى فقير إلى باب الحرم وقال ساعدني لوجه الله ومد يده، ألا تضحك؟ تقول يا فلان مسكين يستطعم مسكينا، كلنا مساكين. نعم، لا تكن كهذا المسكين الذي يستجدي مسكينا مثله. اذهب أينما تذهب، قل يا رب أنت الغني، هذا سبيل من سبل الخير، لين لي قلبه، أجر الخير على يده. إن كنت هكذا اتفاقا رب العالمين يقلب الموازين. أحدهم وقع على معاملة أحدهم، يقول أنا لست كنت موافقا، لا أدري ما الذي جرى، لماذا همشت كتابة، يعني فلت من يدي، من الذي تصرف في قلبه؟ يا مقلب القلوب والأبصار. ما دمنا وصلنا والحديث شارف على الانتهاء، نعم، إن الله إذا أراد أن ينفذ أمرا، هذا في جانب الإيجاب، في جانب السلب أيضا، إذا أراد أن ينفذ أمرا مضمون الرواية سلب العباد عقولهم، يريد أن يقول لا يقول نعم إذا أراد الله بك خيرا، يريد أن يقول نعم يقول لا إذا أراد بك شرا. نعم، القلب بيده. إذن الدرس الذي نستفيده من هذه العبارة، ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، ماذا صنعت في هذا الدعاء الشريف؟ الإمام عليه السلام يدلنا على عظيم الصنع، كنت نطفة لا ترى إلا بالمجاهر، ملايين البشر لو جمعت البشرية الآن على شكل حيوانات منوية قد لا يملؤون كأسا من الماء، كل البشر، مليارات البشر. الإمام الحسين عليه السلام اتفاقا يشير إلى هذه الحقيقة، وأسكنتني في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم، ظلمة الليل، ظلمة الباطن، ظلام في ظلام، يخرج الطفل بعد 9 أشهر، بعض الأطفال يولد في قمة الجمال، أحدهم يصيح ويقول فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن أنت معاملتك مع هكذا رب قدير عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، التفت إلى أن الذي يقضي حاجتك هو صاحب هذه القدرة العظمى. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، جاء في بالي في ختام المجلس، ما دمنا ذكرنا الإمام الباقر في الأول، هذه الفقرة من دعاء التوسل، هذا اليوم منسوب إليه ونحن بجوار جده محمد بن علي بن الحسين. يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر، يا محمد بن علي أيها الباقر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. تخيل نفسك خلف سور البقيع، كلنا نتمنى أن يرزقنا ربنا حج بيته الحرام في العام القادم إن شاء الله. تخيل نفسك خلف البقيع أمام القبور الطاهرة، قل يا وجيهان عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيهان عند الله، اشفع لنا عند الله.
الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم من كان في جمعنا هذا له حاجة، اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.